مصر ترتبط بعلاقات وثيقة وقوية مع كل من قبرص واليونان، حيث شهد التعاون المشترك طفرة كبيرة، كما تواطدت أيضا العلاقات بشكل مضطرد بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء ما يربط قيادتي بلدين من علاقات قوية وودية مع مصر. مثلت الآلية الثلاثية التي أقرها زعماء مصر وقبرص واليونان قدرة التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدان الثلاث، حيث خلقت تحولا فيما يمكن البناء على ما يجمع هذه البلدان من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية في منطقة الشرق المتوسط. ولعل الحفاظ على دورية انعقاد آلية التعاون الثلاثي على مستوى القمة بات يمثل دليلا واضحا على عزم الدول الثلاث على تعزيز التعاون فيما بينها وتنويعه والارتقاء به، وأصبح ما يحرزه التعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية من تقدم في عدد من المجالات نموذجا إقليميا لعلاقات التعاون وحسن الجوار. وتتطلع مصر لفتح مجالات جديدة للتعاون ضمن آلية التعاون الثلاثي، بالإشارة إلى الإمكانات المتوفرة لتفعيل التعاون في مجالي السياحة والنقل البحري. آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أصبحت بحسب المتابعين بمثابة محفل ثابت يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويعزز من التعاون بين دولها على أساس من الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي.